27 ولا 25؟ 25 في ربع وصفين فيهم بأنها بربع. وهذا وش سمعت فيها؟ الله يبارك السوق لاباس به اسباب الاسواق متواضعه اسعار متواضعه لاباس لاباس معناها لاباس يعني المواطن قادر يشري ولا قادر يشري قادر يشري انا ما حبش اسعارها لاباس ما شاء الله اليوم خيرات قال مش عاب يشري راه في متناول متناول يعني يقدر المواطن يشري يقدر اي مواطن يقدر يقدر يعيد اسوا من 16 حتى 32 35 من 10 والخروف من 24 وطلع حتى 52 حاجه زينه ولك باش يبين اسوا سوق المتناول ربي يبارك فيكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير ان شاء الله ربي يحفظك شادي سوق هراق اليوم قاع لا ما نسمى مكان جامع هي ومارس لها رخيص لعله سيدور بثلاثة بخمسة وأربعين هي ها والعلف قال كبس كبس بسبعة سبعة وأربعين وخمسة وأربعين وصلنا العلة أول مرة قال ايش لحق الله قال وشني الأسباب؟ الأسباب وشني؟ أسباب وشني يا العلف قال مهما تبيع ما تلحقش إيه يعني تشكي والمواطن يشكي و... شنو الاسباب اللي خلات الناس ما يا ودي العلف راه يديروا فيها ب 500 والنعجب زيد ما كاين والو السوق لاباس اللي قادر يشري راه من كاينه 35 كاين 32 كاين 27 كاين 24 كاينه بزوج